هو فعلا السؤال الأساسي اللي بيطرح نفسه، ليه كل البناطيل بتتفتق من هنا؟ هتجنن، بتتفتق من هنا. هو بيحل المشكلة، بس السؤال اللي أنا عايز أسأله، ليه ما بتستحملش من الحتة دي؟ أو بيسرفله، اسمها سرفلة. يعني بنطلون ب200 جنيه، ب200 جنيه وماشته حلوة، فجأة يتقطع من الحتة دي، ليه؟